جزء مهم جدا من الفيجن هو الكالر فيجن، ان احنا نقدر نميز بين الالوان المختلفه وبعض. الحقيقه لازم نبقى كلنا عارفين من الاحصائيات ان في حوالي 8% من الرجال و2% من النساء عندهم مشكله في الكالر فيجن، يعني to some degree يعني. اوكي، فده طبعا حاجه مهمه جدا، لان انا ممكن مثلا يبقى في عندي يعني كونتراست مختلف مثلا بالشكل ده كده، ويبقى في مثلا معتمد انا على فروقات بين الالوان المختلفه وبعض ما اقدرش اشوفها خالص نتيجه لان انا عندي مشكله في الكالر فيجن. طبعا دي الاختبارات اللي الناس بتعملها علشان تديتكت الكالر فيجن، بيبقى في هنا رقم موجود بشكل بالوان مختلفه عن الباك جراوند، وكلها طبعا محطوطه بشكل يعني مختلف كده بحيث ان نقدر نميز اذا كان الشخص ده يقدر يشوف الكونتراست بتاع الالوان ولا ما يقدرش يشوفه. فطبعا الكلام ده يستحسن يتاخد في الاعتبار في الديزاين بتاع الجهاز، علشان لو كان ممكن طبعا، لان الحاجات دي طبعا في بعض الاحيان بتكون صعبه، علشان يبقى في فروقات مش بس في الالوان، يبقى في فروقات في الانتنسيتي وفروقات في حاجات تانية، بحيث ان انا لو في مشكله عند اليوزر في الكالر فيجن يقدر ان هو يميز الحاجات المختلفه في يوزر انترفيس عن بعض. جزء مهم معتمد على الكالر فيجن هو الكالر كودينج. لو انا عايز اعمل فروقات بين حاجات مختلفه وبعض على الشاشه في يوزر انترفيس، اقدر استعمل كام لون واشوف الفروقات بينهم بشكل واضح. فالحقيقه الناس لقت ان في النورمال كالر فيجن up to 8 colors including black excluding black and white can be used for error free color coding. يعني لو انا خليت فيه 8 الوان موجودين عندي، 8 حاجات ليهم 8 الوان مختلفين، ما بقاش عندي اي صعوبه خالص او almost يعني error free ان انا اقدر اميز بينهم، ما مش يعني صعب ان انا اعمل يعني confusion بين الثمان الوان دول وبعض. لو انا استعملت اقل من كده، اقل يعني في عندي عدد من الالوان اقل، اوكي، ده بيبقى احسن لان هو بيبقى less of a memory demand. يعني ببقى يعني عامه بيبقى اسهل لي ان انا اعرف اربع حاجات مثلا بيميزوا ايه عن ان انا اعرف ثمان حاجات بيميزوا ايه. ده طبعا بيعتمد على الميموري ديماند اللي انا يعني حاطه في اليوزر انترفيس بتاعي. وفي نفس الوقت بتكلم على الهاير ايرور ريت لو انا عملت كلر كودنج وذ مور ذان 8 كلرز. لو انا عندي حاجات على الشاشه مميزها بالوان اكتر من 8، لا بتكلم بقى نبتدي بقى يبقى في عندنا ايرور ريت في الاستعمال، وده طبعا بيبقى ايه مش حاجه كويسه، لان هو ده جزء من اليوز ايرور اللي احنا بنحاول ان احنا نتجنبه. فعامة بنتكلم على عامة أي color coding scheme لازم الكالرز اللي احنا عايزين نستعملها دي لازم تبقى على الأقل 15 minutes of arc. يعني كنا بنتكلم على التكست اللي هو black and white، كنا بنتكلم على 12 minutes of arc ده المينيمم. لا، بتكلم بقى على الحاجات اللي بالألوان اللي أنا عايز أميز فيها ألوان كمان، مش بس أميز الحاجة نفسها، ببقى محتاج إن أنا أخلي المينيمم ده يرتفع شوية، يبقى 15 minutes of arc. وفي نفس الوقت يعني من المؤكد يعني احنا نحاول نخلي الكالر ده يبقى redundant information source، ما هواش ده مين يعني ذا اونلي مينز اوف كودنج. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اعمل حاجات على الشاشه يبقى معتمد على الالوان بس، لا ده انا ممكن احط مثلا كلمه بلون، اوكي، الكلمه دي بيبقى فيها معلومه واللون ده بيبقى فيه برضو معلومه بتاكد نفس المعلومه، اوكي، بس ما ينفعش احط مثلا ان انا ما بيبقاش في كلمه اساسا موجوده يبقى لون بس وخلاص. يبقى يوزر انترفيس بتاعي لما يبقى لونه مثلا احمر يبقى ده بيعني كذا، لما يبقى لونه مثلا اخضر يبقى لونه معناه كذا. لا، ما ينفعش يبقى الكالر هو المين سورس اوف انفورميشن.